مرحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل. الخيل عامة وتربيته ودراسة حتى الجمال اللي فيه عالم كبير قوي وعالم ناس كتيرة قوي مهتمية بيه، حتى بيوصل ساعات أسعار الخيول دي لأرقام خيالية. في حالة بقى من الفرح والاحتفال بانطلاق مهرجان البحيرة الـ15 للخيول العربية بمشاركة 4 دول عربية وبحضور شخصيات عامة مصرية وعربية. المهرجان شهد وجود عدد من الخيول العربية الأصيلة متعددة المسميات. احنا معانا على الهاتف اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ بسام. أهلا بحضرتك. يعني في البداية حابين نعرف خطة تنظيم مهرجان الخيول العربية وما يشتمل عليه طبعا من برامج، إيه هي أبرز البرامج دي؟ هو البرنامج طبعا أو المهرجان الأول هو المهرجان الـ15 في محافظة البحيرة. ده طبعا علامة من علامات البرزة بتاعتنا يعني، وهو بيشتمل على طبعا في لجنة منظمة كبيرة. اللجنة دي أصلا كانت بتشتغل على جمال الخيل وادب الخيل. مشترك حوالي 220 حصان، ال 220 حصان دول 120 حصان مشتركين في مسابقه الادب و100 حصان مشترك في مسابقه الجمال. طبعا المهرجان منظم لمده 3 ايام، في لجنه كبيره منظمه، في محاكمين دوليين موجودين، عندنا 4 دول كانت مشاركه في او مشاركه في المهرجان، السعوديه والكويت والاردن والبحرين. عايز اقول ده طبعا معمول للخيول المسجله في سجلات الانساب المصريه والعربيه. طبعا المهرجان هيقعد 3 ايام، احنا ابتديناه طبعا امبارح والنهارده ان شاء الله وهينتهي ان شاء الله باذن الله. طيب سياده اللواء، حضرتك قلت ان في يعني قسمين لهذه المسابقه، قسم خاص بالجمال وقسم اخر خاص بالادب، يعني ايه قسم الادب ده تحديدا؟ هو طبعا هي في المحاكمين بيدوا نقط على الامور دي. الادب والجمال ده بيبقى الشكل بتاع الحصان نفسه، النوع، الراس، الرقبه، الكلام ده. ده الجسم، خط الظهر، الرجل، دي بيتاخد عليه درجات لحد 20 درجه من كل محكم من المحكمين. والجمال ده اللي هو الشكل بقى العام بتاع الحصان، القوام العام بتاعته على الارض، وهو يعني اللي بيبقى ليه يعني طبعا تقييم خاص عند المحكمين، ودي حاجه طبعا هم يعني بيفهموا فيها اكتر يعني. ده وقفه الخيل نفسها بيبقى ليها تقييم كمان. ايه الجوائز يا فندم اللي هيتم تقديمها للفئات المنافسه في المهرجان؟ احنا مقدمين كؤوس طبعا وجوائز ماديه وعينيه طبعا لكل المشاركين. وطبعا المهرجان نجح حتى الان طبعا الحمد لله، ويمكن المحافظه عندها خبره كبيره في تنظيم المهرجان ده، لان ده الرقم 15 بنعمله، وبنامل ان طبعا هو يعني يشتهر اكتر من كده ويكون ليه صيت اكبر. نعم سياده اللواء، يعني مهرجان بيشارك فيه 4 دول، عاوزين نعرف ايه هي الـ4 دول وانعكاس بقى وجود دول يعني من يعني مختلف، نقول مش عارف هم بينتموا لقاره واحده ولا دول عربيه فقط ام دول يعني ايضا افريقيه ودول اوروبيه انجاز لنا التعبير تحديدا، وانعكاسات بقى وجود هذه الدول في محافظه زي محافظه البحيره. هو طبعا كان المشاركين معنا السعوديه والكويت والاردن والبحرين، دي دول عربيه. في محاكمين طبعا من اوروبا زي ايطاليا، وكانت مشاركه في التحكيم ده. الكلام ده طبعا علامه من علامات البرزه للمحافظه، بتنشط السياحه طبعا، بتعكس عراقه المحافظه في هذا المجال. كلها امور يعني بتعود بالنفع على المحافظه وسمعتها طبعا في المنطقه. نعم. هل في محافظات تانية غير محافظة البحيرة مشتركة يا فندم؟ كل المحافظات الجمهورية مشتركة معانا، يعني كل محافظات الجمهورية مشتركة. هو مهرجان عام، وبقول لحضرتك في 220 فرس مشترك في بخيال يعني مشترك في قلب المسابقة. نعم، أبرز الشروط بقى للمشاركة. الشروط المشاركة طبعا ان الحصان يكون مسجل في سجلات الأنساب المصرية والعربية. نعم. ودي هو ده شرط يعني. في لجان زي بتبقى مسؤوله عن الكشف على الحصان ومراجعه كل اوراقه، اذا اكتمل الورق بتاعه وثبت طبعا بيبقى مسجل وليه اختام وليه كود، طبعا بيشترك الحصان مفيش اي مشكله فيه. شهادات التسجيل دي شرط من شروط
اشترك الحصان في المسابقه، وطبعا في شهادات اداريه ويكون مسجل رياضيا يعني ومخيط في سجلات العربيه والمصريه. طيب احنا بنشوف كتير في مهرجانات زي دي يا فندم بتبقى في حاجه على هامش المهرجان، وزي مثلا المزاد ساعات بيحصل، هل في مزاد هيتم على هامش هذا المهرجان؟ لا والله احنا عملنا احنا كان في على هامش المهرجان في يعني تسويق لبعض المشغولات اليدويه اللي بتشتهر بيها المدينه والمحافظه، يعني اتعمل افتتاح لمعرض من المشغولات الموجوده، ولكن التسويق للخيول نفسها ما فيش كده، ولكن كان في مشغولات يدويه لها معرض كامل، كل القادمين يعني للمهرجان اتفرجوا عليه، كانوا بيرتدوا هذا المهرجان يتفرجوا بقى على امكانيات المحافظه في هذا المجال، ايه الصناعات اليدويه الشهيره اللي موجوده في المنطقه دي. يعني هو في الحقيقه فكر مختلف، لان دايما المعتاد او المتعارف عليه يا سياده اللواء بيبقى ان وجود زي ما قال بسنت على هامش المهرجان مزادات لبيع الخيول العربيه الاصيله بقى، لان معروف ان الخيول دي يعني ليها طابع خاص وليها سمات خاصه، لكن فكره اللي احنا نعمل على هامش المهرجان يعني زي ما حضرتك ذكرت حاجه خاصه بترويج المشغولات اللي بتتميز بيها المحافظه تحديدا، يعني هو فكر مختلف بنحيي حضرتك عليه، وبنشكر حضرتك سياده اللواء هشام امنه محافظ البحيره على وجود حضرتك معانا في صباح الخير يا مصر.